دلوقتي هنتابع تقرير الحقيقة عن حملات أمنية معمولة لضبط المخالفات المرورية من ناحية، وإزالة إشغالات الطريق بالمحاور والميادين الرئيسية بالعاصمة، وبعدها الحقيقة هنروح لاستراحة قصيرة ونرجع نكمل آخر النهار. خليكم معنا. المظاهر السلبية التي تمثل تشوهات في الشارع المصري مثل الإشغالات التي تسبب تكدسات مرورية، إلى جانب عدم الالتزام بتعليمات المرور، تعمل وزارة الداخلية على إزالتها من خلال الحملات المكبرة التي تشنها في هذا الاتجاه بخاصة في القاهرة والجيزة، والتي تتسم بالاستمرارية لضمان الانضباط وإعادة الرونق الحضاري للشوارع والميادين. حملة أمنية وانضباطية مكبرة شنتها مديرية أمن القاهرة لضمان الانسيابية المرورية من خلال رفع الإشغالات، نجحت خلالها في رفع عشرات الإشغالات من باع جائلين ومحلات تجارية متنوعة وسيارات مطروقة ولافتات محلات تجارية بدون ترخيص. تم توجيه جميع الحملات المكثفة لرفع جميع الإشغالات والمحافظة على المظهر الحضاري للشارع المصري ورفع أي صور للتعدي على حقوق المواطنين. على ذات النهج كانت حملة مديرية أمن الجيزة التي استهدفت عددا من شوارع وميادين المحافظة ونجحت في تحقيق المستهدف من إزالة الإشغالات التي كانت تعيق حركة السير وتحقيق الانسيابية المرورية. بالتوازي مع رفع الإشغالات كانت الحملات المرورية المكبرة التي شنتها الإدارة العامة لمرور الجيزة نجحت خلالها في ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، إلى جانب هدفها الأساسي وهو التوعية المرورية وضمان تحقيق انسيابية مرورية على كافة محاور الجيزة. حملة انضباطية بشارع جامع الدول العربية من خلالها تم ضبط العديد من المخالفات المرورية، ضبط العديد من الإشغالات، ضبط العديد من المشتبه فيهم وتنفيذ الأحكام. وإن شاء الله هذه الحملات هتبقى مستمرة على جميع المحاور والميادين بالنسبة لمحافظة الجيزة، وهتبقى بصفة مستمرة، والهدف منها الأساسي تحقيق السيولة المرورية التامة على جميع المحاور وإن شاء الله على مدار 24 ساعة. الانضباط بالشوارع والميادين إذا ما تحقق يؤدي إلى انسيابية مرورية، وهذا ما تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقه من خلال تكثيف حملاتها المتنوعة التي تشنها في هذا الاتجاه لإزالة الإشغالات مع ضمان عدم عودتها مرة أخرى.